السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كامل لاباس واحسن حال، واذا كنتم ماشي لاباس just smile and live life، ابتسموا عيش الحياة، ابتسموا عيش الحياة. اليوم الفيديو غادي يكون what the video will be. الفيديو غادي يكون غنهضر معاكم، ما غاديش يكون فيديو محدد، غادي نهضر معاكم داكشي اللي بغيت نقول. اوكي، وبدا كنتمنى تكونوا لاباس، كي دايرين؟ اذا كنتم من دوك الناس اشرار خرجوا من هنا، ما بغيتش القناه ديالي يكون فيها الاشرار. المهم نهضروا شويه. الا كنتو باغيين تعرفوا عليا، ما كنتوش كديوها فيا، خرجوا كتسناو تبرقيك، الا كنتو كتبرقوا تشدوا فيا النميمه، يوم القيامه ناخذ عجر ديالكم، حسناتكم كلهم غيجيو عندي. الا كنتو كتهضروا عليا كاين بصحتكم، هضروا ما تهضروش، اوكي وظفي. المهم نهضروا اليوم، بغيت نقول لكم واحد القرار. سبحان الله، لهاد الايام جالسه غنقول لكم قرارات. المهم اصبحت نباتيه، يا يعني وليت ماشي فيجن. فيجن يعني ما كتاكلي لا لحم لا دجاج لا حوت لا بيض لا حليب لا زبده لا فرماج. انا ماشي فيجن دابا. يلاه البارح قررت هذا القرار، كنت كنتفرج في ليلى مراد. ليلى مراد واحد اليوتيوبرز واعره، يوتيوبر ا جود يوتيوبر، كنديه لبنانيه، اي ريلي لاف هير، كدير فلوقات واعرين كدير. المهم اذا كنتو باغيين تضعفوا كنتو غلاط، سيروا عندها القناه ديالها، خلي لكم في صندوق الوصف وفي الاخر ديال الفيديو، وسيروا شوفوها. وكدير حيت هي كانت غليظه، المهم بدات كتضعف اكسترا اكسترا، كدير ورك اوت، كدير تمارين، صافي. وشفت فيديوهاتها يلاه البارح، يعني انا من كنشوف الفيديو ديال شي، من كنكتشف يوتيوبر هي اصلا كنت كنعرفها، كنت كنسمع بها، ولكن ما تحتش لي الفرصه اني نورك على فيديو من الفيديوهات ديالها. كيبانوا لي ولكن ما كنوركش عليهم، حتى البارح وركت على الفيديو ديالها، واخا كنت ديجا تفرجت في واحد الفيديو مره، ولكن ما كنتش تعرفت عليها عن قرب. المهم انا من كنكتشف في يوتيوبر كنبقى نترجم فيديوهاتو كاملين، ماشي كاملين حيت هي دايره بزاف، ولكن اكثريه كنبقى نشوف في الفيديو حتى كنعيا، فيديو مورا فيديو. المهم شفت فيديوهاتها وكانوا زوينين، و اذا كنتو يعني باغين انكم يعني تعتنوا بالصحه ديالكم، سيروا القناه ديالها خاصه بداكشي ديال الصحه، فيتنس اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم تفرجت في البارح في فيديوهاتها، وكانت هي اصلا نباتيه، دابا فيجن. الا شفتوا فيديوهاتها قبل سنتين غتلقاوها ماشي نباتيه، ولكن دابا نباتيه، ما كتاكلش الحليب لا بيض لا والو، وكتعاود داكشي يعني كتاخذ على حسب الاحتياجات الخاصه ديالها. يعني اذا كنتوا باغيين تغلاضوا ماشي انكم تحرموا راسكم. المهم داكشي اللي اكتسبتوا من عندها كنقولوا لكم دابا، الا ما كان فيكم ما تمشيو، المهم سيروا لقناتها. صافي اكتسبت. المهم يعني اذا كنتو باغين تضعفوا ماشي تحرموا راسكم الماكله، يعني كل اللي بغيتو، ولكن حسب الاحتياجات ديالكم اليوميه، حيت كاين احتياجات يوميه من هذاك من السعرات الحراريه، هذوك السعرات الحراريه احتياجات اليوميه هما اللي خاصكم تاكلوهم، ما تزيدوا ما تنقصوا. نعم، وانا شخصيا الى جينا نشوفوا راه السعرات الحراريه اكثر بزاف، يعني السعرات الحراريه اللي كناكل انا في اليوم بزاف اكثر من الاحتياجات ديالي بزاف. و نعم الناس كيشوفوني كيقولوا لي سري تاكلي، واش ما كتاكليش مع انا ضعيفه. دوز اختي اخويا دوز، ما عرفتش شكون كيسوق دغيا داز، شكرا. المهم انايا كيقولوا لي الناس سري تاكلي، واحد المره كنت في لاصال وصافي، وكنت جالس كنت واقفه مع البنات، يلا سالينا الايروبيك، سالينا ما عرفتش شنو كنا كنديرو، دانس فيتنس ما عرفتش شنو، صافي. وبقيت واقفه مع البنات، وتجي عندي واحد المره وهي تقول لي شحال غليظه. صافي امي هبطت لتحت البيستين باش نعوم نديرو الاكوا جيم، صافي وهي تقول لي مالك، وهي تقول لي كلي لك شويه راك ضعيفه، كلي ليك واش ما كتاكليش. زعما هاد المره هادي كون عرفات شحال كناكل انا في النهار، راه غيديرها خاطرها. وصراحه الحمد لله انا كناكل ناكل وما كان ما كتبانش في، يعني كنبدا ناكل حتى كنعيا اكثر من اي واحد فيكم، كنظن اكثر من اي واحد فيكم، الله اعلم يقدر يكون شي شخص اكثر مني. واخا كنغلطش الحمد لله، كنحس هاد الفيديو في شكل. المهم قررت نكون نباتيه حيت اكتشفت ان واخا هادشي كان معروف، ولكن دابا عاد عرفت عليه اكثر، ان الواحد الشخص النباتي ما كيموتش قبل من الشخص اللي ياكل الحيوانات، ياكل لحم حيوانات. واخا صراحه ماشي علاقه بالموت الموت الابكار اللي علاش قررت نكون نباتيه، لا علاقه بالصحه، حيت انا حاسه هاد الايام انني ما كنديهاش بالصحه ديالي، كناكل اشياء غير صحيه، صراحه ما كنديها كاع بالصحه ديالي، وكناكل يعني شي حوايج غير صحيه. داكشي علاش قررت نكون نباتيه باش نديها الصحه ديالي اكثر، حيت انا كنحس انني غيدوز غير شويه سنين وما غتبقاش عندي الصحه، داكشي اللي كنحس والله اعلم. والله يحفظ، الله يحفظنا كاملين، الصحه هي اهم حاجه، اهم من المال، اهم من كل شيء. نعم،
ويعني حاليا انايا مع تركيبتي كضرني، فاش كنبقى ندير ستيب يعني ستيب نحط لكم تصويرته هنا ولا هنا، كنحس ان ركبي كيضروني، يعني كنحس ان رجلي غادا تخوى بيا. وعاوتاني من كندير سكوات، سكوات يعني كديري هكا كتجلسي على رجلك المهم على ركابك، عاتي كنحس عاتي ركابي عاتي ما كيقدروش. يعني فاش كنشوف ناس كيديروا سكوات كنقول واو سعداتهم، سعداتهم كيفاش انهم كيقدروا انهم يديروا داك الحركات وما كيضربهمش رجليهم. يعني بعض المرات رجلي كتولي ضرني بزاف، بعض المرات لا، مي كندير ستيب كتولي رجلي ما كنقدرش نوقف بها مازال كنولي كنعرج، وسكوات حتى هي رجلي كتولي كتعرج. ولكن مي كندير رياضه بحال طابي غولو كنبقى نجري بزاف، مي كندير الايروبيك العادي دانس فيتنس زومبا هكا ما كضرنيش رجلي. زومبا ما عرفتش حتى شحال ما درتهاش المهم، ولكن مي كدير هادوك عاد كيضروني رجليا. او المهم هادشي كنت باغا نقول لكم، حيت دابا لا باتري قربت تسالي ماشي الشتا، باري از داين جايز، خاصني نمشي ندفنها في الشارجور ديالها. المهم بغيت نقول لكم بعدا بلي قررت واحد القرار ديال القناه، هو انه نولي ندير كل شهر يا اما فيديو بحال هذا النوع، فيديو نجلس نهضر معكم نقول لكم شي حوايج، حيت بعض المرات كنحس اني بغيت نقول شي حوايج اللي خاص فيديو كامل عليها، ماشي فقط نقولها في لوت الفيديو ولا في شي فيديو في شي دقيقه في شي فيديو، كنحس اني خاصني نهضر هادشي كامل اللي بغيت نقول في فيديو واحد. وغيكون شهر غندير شهر يعني شهر واحد يكون فيه فيديو واحد من هاد النوع نهضر معكم، والشهر القادم غادي يكون فيه اسئله واجوبه. يعني يعني مثلا هذا الشهر شهر واحد، يلا دابا شهر يعني دابا واحد في شهر واحد في شهر 12 قرب عيد ميلادي، عيد ميلادي شهر 22 شهر 12، وداك العام تحد ما قال لي عيد جويز انيفرسير، حتى قلت لكم انا راه عيد ميلاد وانتم تقولوا لي اش ما كتحملونيش كتنساوني، علاش 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 ما درتوش لي عيد ميلاد سعيد علاش. المهم وخليوا لي الاسئله ديالكم لتحت باش نديرها في الاسئله والاجوبه ديال الشهر القادم ديال الشهر واحد، نعم ان شاء الله. ومن غيتلاح هذا الفيديو غادي يكون تلاح الفلوق في القناه الانجليزيه ديالي ديال هذا النهار هذا، كيفاش دوزتوا هذا النهار هذا بالضبط اللي كنصور فيه هذا الفيديو هذا بالانجليزيه، لذلك اذا كنتم مهتمين شوفوا الفيديو. استاسف حيت كنبر كنخلع فيه صراحه وما ديوهاش عليا، نعم ما تكومونتيش شي اخي بحشومه صراحه ديروا اللي بغيتوا ايرون كير. وقبل ما نسالي الفيديو بغيت نقول لكم عاوتاني باللي اذا كنتم ما كتحملونيش عافاكم كنترجاكم ما تشوفوش الفيديو، انتي ولا انت الا فيك ضره ديال الشر تجاهي، ضره الكره شويه الكره تجاهي ما تشوفونيش عافاكم، حيت ما عرفتش كيفاش بنادم كيبدا يكومونتي اشياء خايبين وهو يعني كيشوف الفيديو. واحد البنت فين هو بيسي، واحد البنت قالت لي في فيديو ديال ماذا يوجد في حقيبتي هاد الفيديو حامض بزاف وممل، وواحد اخر وحده عاوتاني قالت لي عندك الجبهه، يا اختي عندي الجبهه وافتخر، انا اللي كنكره هاد الشخصيه ما عاد العقليه تفشكل، كنبغي نشدهم من شعرهم ونبدا نضرب فيهم وندير بوم 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 بوم. سكتوا نتوما استعطوني. مهم اختي ما عادش شي واحد كيجي فيديو ممل وما كحيدش، بان لك الفيديو ممل من الاول سيري حيدي منه. وعاوتاني هاد الاخت هادي اللي قالت لي عندك الجبهه، يا اختي انا الله خلقني هكا، الله خلقني عندي الشبعه والشعر وصل لهنا هنا ها هو الشعر، انا الله خلقني هكا والحمد لله، والحمد لله ماشي معوقه ماشي شي حاجه بحال هكاك، الحمد لله وجهي عاجبني والحمد لله. يعني لا ادري انك انت تكون كيعجبك راسك والواحد كيعيرك ما عجبوش راسك نتايا. يعني انا واش شغلي في الناس انايا، ناري انا راه براسي شخص نقول لراسي انا راه مشغوليش في الناس بالطبع، غير بغيت انايا كنرد على التعليقات هادو باش نوصل لكم داكشي اللي بغيت نقول، باش سميتو باش نبدل الفكر ديالكم الخايب ديال هاد الناس، الفكر ديالهم كان يعني انا كنجاوب على التعليقات باش نبدل الفكر ديالهم باش يتبدلوا، بحال ديك الفيديو ديال الجمال الداخلي الخارجي، الجمال الخارجي سيروا شوفوه الفيديو جد مهم باش تشوفوه كاملين، واخا يلا فيه 800 وشي حاجه ما عرفتش علاش هو اكثر فيديو لحتو فهاد جوج سيمانات وما يلا فيه 800 الاخرين فيهم 1900. المهم يعني الناس ما كيحملوش بحال هادشي للاسف، ولكن ان شاء الله انايا مقرره هادشي باش يعني بحال تقولوا هاد العالم ماشي العالم خصوصا المغرب، المغرب ارض قاحله وانا ماشي تغرور ولكن انا ولكن كاينه نبته وحده، يعني كاين ناس اخلاقهم واعره بالطبع تبارك الله ما شاء الله، ولكن انا زعما هذه الفكره اللي كناخذ في راسي ارض قاحله وانا هي النبته الوحيده اللي كاينه تماك، خاصني انني يعني نحاول انني ندير نباتات اخرين، نحاول ان هذيك الارض ما تبقاش قاحله. يعني دابا المغرب بحال ارض قاحله من الافكار، افكار ناس كاملين نديروهم افكار قاح يعني ارض قاحله،
صافي انا غادي نحاول انني نبدل ديك الارض القاحله لارض مزهره، ارض يعني خصبه. وهادشي اللي قررت انا، واخا الصراحه هادشي صعيب في المغرب، nothing is impossible. كنتمنى نموت ونكون بدلت افكار ديال بزاف الناس ان شاء الله. واذا كنت تشوف فيكم شويه الحقد او الحسد او شي حاجه بحال هكا، واخا الصراحه انا براسي يعني ما كنبدا نقارن راسي بالناس الاخرين، وهذا شيء خايب بزاف. يعني مثلا انا شي حوايج ما عنديش في حياتي، ما عنديش في الحياه ديال مامتو فراش، الله هكاك داير، وكنبقى نقارن راسي بالناس الاخرين. انا شخصيا هكا كندير، ولكن صراحه ملي كتقارنوا راسكم بالناس الاخرين كتحسوا احساس خايب بزاف، كتحسوا انكم مظلومين. واخا هكاك صراحه يعني انا كنامن بان كل واحد ورزقه، ماشي كل واحد ورزقه نفس الرزق، ولكن رزق غير متشابه. الله واحد عطاه الصحة، واحد عطاه المال، نفس القدر ديال الرزق، ولكن الرزق هو اللي كيكون متغير. يعني للأسف إن شاء الله يتبدل التفكير ديالي. واخا الصراحة إذا كنتو نتوما يعني بينكم وبين راسكم باغين تبدلوا الفكر ديالكم، واخا بعض المرات كيطغوا على الأفكار ديالكم أفكار سيئة وأفكار ماشي ما خاصهاش أنها تفكروا فيها، يعني غير ديك الفكره ديال انكم باغين تبدلوا راسكم راها حاجه زوينه، حاجه انكم باغين تبدلوا، وهذا شيء جميل. شكرا على حسن المتابعه. وخا الصراحه بغيت نصور اكثر، ولكن الناس كيهضروا الجيران صدعوني، اليوم العيد يعني الوالد النبوي، وتحد ما يقول لي اش دايره العكر ولا اش دايره هكا، كتبان لي بحال الشيخه بلا بلوبلي. مشغولكمش فيا، ندير اللي بغيت. خا يدوا لي ديزلايك بزاف، ولكن انا هي شخصيتي، عجبكم فيديو ما عجبكمش ما عندي شغل. شكرا على حسن المتابعه. كنبغي هذوك الناس اللي عندهم اخلاق زوينين، والناس اللي كيبغوني من كل قلبهم، والناس اللي ما فيهمش الحقد في الداخل ديالهم. الحقد خيب. الناس اللي ما فيهمش الحقد هما اللي كنبغيهم من كل قلبي حتى انا. شكرا لحسن المتابعه. Just smile and live the life guys. شوفوا الفلوق في القناه الثانيه وشاركوا فيها. باي guys. Like the moon needs the sun, we don't care about the others.